السلام عليكم ومرحبا بكم من جديد في القناة شيماء بيوتيك. نرحب بكاع الناس وجدات والقدام، مرحبا بكم والف مرحبا. كيف ما كنعدد كنكرر ديما يعني الترحاب ديالي بالناس، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. دابا كتقولوا اشنو كقدر لينا اليوم ولا شنو غتقدم لينا اليوم؟ اليوم ان شاء الله قلت علاش لا، كنت غندير غير راسي ونقول علاش لا ما نصورش معكم ويعني نبارطاجي معكم هادشي اللي كندير. اليوم ان شاء الله كما كتشوفوا قلنا الاضاءه ماشي بحال اللي متعودين انكم تشوفوها. كنصور العشاء ديالي، قلت علاش لا جاني الجوع ما تغديتش، قلت علاش لا ما نوش نصوب لي بات. المهم البنات من بعد ما سلقتها كتشوفوا الكوكوط اللي هي سلقتها بالملحه والزيت، وانتم عارفين يعني بلا ما نحتاج نوريكم تبارك الله علينا كلشي كيعرف. انا غناخذ الكوكوط نصفيها معاكم وها انتم معايا، ناخذ الكوكوط نصفيها معاكم البنات. درتها في بانيو هكا باش ما يطيحش ليا الماء سخون، كيف ما كتشوفوا البنات مازال سخونه. يعني لي بات اللي كتعجبكم النوع اللي كيعجبكم ديروه، ولكن بصوص بلونش كتجي هذه زوينه احسن. غنخلي البنات تستقطر ونبداو ان شاء الله على بركه الله. لاصوص ديالنا اش غنحتاجوا ليه؟ كيف ما كتشوفوا البنات الماء فيه الزيت والملحه، غنحطو ما نقدرش نخويه دابا ونبداو اشنو غنحتاجو لهاد لاصوص. خديت بقى عندي غير شويه ديال الفرماج ديال الموتزاريلا، قلت علاش لا تاهو ما نستعملوش. فرماج حمر تقريبا 100 غرام محكوكه، شامبينيو لادان قطعتو كيف ما كتشوفوها هو مقطع حتى هو 100 غرام وغسلته مزيان بالخل والحامض. لا كريم فريش اللي كنستعمل وبصله والزبده، وغنزيد الملح والبزار. انتم معايا نسيتها الملح والبزار وشويه الثومه. كيف ما كتشوفوا الملح والبزار يلا ضفتهم نسيتهم، وغنبداو على بركه الله. وها انتم معايا كيف ما كتشوفوا اول حاجه حطيت المقله فوق البوطه، غنضيف ليها الزبده. خديت تقريبا معلقه كبيره ديال الزبده، غير يعني غير دير لي شويه ونضيف عليها البصله. كيف ما كتشوفوا بدات كتذوب لي هذا، غنضيف عليها البصله ونخليها تتهبط معها غير شويه. البنات الثومه اختياريه، اللي ما كيبغيش الثومه ما يديرهاش. انا كنديرها باش تبدل لي غير يعني ريحه ديال الدم وداكشي، تعرفوا بزاف كيبغي يعني شويه القزبر شويه الربيع. انا درت غير شويه ثومه قزبر ربيع ثومه بياسر. كيف ما كتشوفوا بدا كيتبدل اللون ديالها، كيف ما كتشوفوا قلت لكم بدا كيهبط اللون ديالها. غنزيد عليها لادند باش حتى هما يدخلوا للطياب مزيان كما كتشوفوا. حطيت لادند كما باش يطيبوا لنا مع البصله. غنزيد عليهم الثومه، ثومه وحده محكوكه، شويه ديال البزار ومليحه. وغنحركهم حتى نحس بلادان ديالي تخرج طياب مزيان. كما كتشوفوا البنات راه بدا يدخلو الطياب، راه بدا كيبياض من الجناب لادن. يعني اسهل طريقه لبغيتو هي دغيا ديرو العشاء، دغيا ديرو الفطور. خا البنات لي بات ما مزيانش في العشاء يعني كتزيد في الوزن داكشي، كيما فيها باس مره مره غنديرو داكشي اللي كيعجبنا. نبقى نحركو،
شوفو كيطلق القصه كتطلق بالكلمه ديالها. كنخليه يصير في الصوبي مزيان طاف وغنزيد عليه الشامبينيون ولا كريم شانتيه كيف ما كتشوفوا البنات دخلوا الطياب يعني غنزيد عليه الشامبينيون ها هو البنات غير نديه شويه ونجيبو ونزيد عليه الموتزاريلا ونزيد عليه لاكريم البنات كما كتشوفوا دابا غنزيدهم لاكريم غندير عليهم لاكريم البنات يعني لاكريم غير تبدا تغلى لينا شويه وغنحيدها غنزيد نزيدها ديك يعني الموتزاريلا ديالي كانت عندي في الكونجيلاتور مي غدوب ليا بهذا الشكل كيفما كتشوفو البنات كتجي بنينه انا بعدا كتعجب بنينه وغنزيدها قليل من الفرماج الحمر باش تجينا هكا معلكه البنات لاصوص كتجي معلكه بالفرماج داكشي غنضيفو من الفوق نخلط هادشي مزيان كيفما كتشوفو البنات بغيت نزومي ليكم باش يبان ليكم الفرماج بدا كيتعلق ليا ها نتوما البنات كنهزو بالمعلقة كيفما كتشوفو سهله وبنينه يغلى غير شويه ونبدا نحط فيه لي بات البنات كله طريقته يعني كيفاش كيصوبها انا كتعجبني بهذه الطريقه كتشوفوا البنات طفيت عليها هاي كيفاش كتجي يعني لاصوص خاطره وزوينه البنات غنزيد عليها لي بات ديالي كما كتشوفوا البنات غنضيف لي بات ونخلط كلشي فوق المقله يعني خليت شويه بلاصوص البنات باش نزيدها من الفوق ونخلط كلشي البنات كاين اللي كيحطها بيضاء باش كيزيد عليها لاصوص انا عزيز عليا ندير لها هكا نخلطها باش تجي مهلكه مزيان تشرب لهاديك يعني لاصوص ديالها كيفما كتشوفو كنهز من التحت باش تطلعلي ديك لاصوص الفوق كيفما كتشوفو انا كنخليها البنات غير في يعني المقلة اللي غنحط فيها صافي وكنضيف هادشي من الفوق كيفما كتشوفو انا خديت غير شويه باش نحطو من الفوق كيفما كتشوفوا الفرماج ها هو في المحوطه يعني كتجي داكشي غزال ما شاء الله وكنضيف على الفرماج البنات من الفوق لي بات مازال سخونه يعني كيدوب داك الفرماج كتجي غزاله يعني البنات دابا يدوب لي الفرماج كتجي غزاله وبنينه البنات كما كتشوفوا البنات انا ساليت لي بات ديالي كتجي هكا يعني معلكه وزوينه بالفرماج داكشي وحدايا شي فرشات باش نوريكم كما كتشوفوا البنات كتجي معلكه بالفرماج وداكشي انا خليت على الفرماج احمر من الفوق غيدوب عليها وكنتمنى ان لي بات ديالي ينالوا الاعجاب ديالكم ما تنساوش تخليو لي لايك وكومونتير الى عجبكم العشاء ديالي شكرا الى فيديو قادم ان شاء الله